يلا نبلش المحاضرة. صباح الخير. شو حكينا عن هدول؟ ثلاثة مع بعض. في عندك بي و اي و اف. سيستر حكينا عنهم. شو سميناهم احنا هذولا؟ بوليتومي صح؟ العلاقة لسه مش واضحة بينهم، مش فاصلة عشان سميناهم بوليتومي. اوكي. هلا هذه الشجرة لو كسمناها قلبناها حطينا هذا فوق وهذا تحت. It make difference for us؟ تفرق معنا؟ لا. يعني لو حطينا الاف والبي زي ما حاطين هون او عكسناهم تفرق؟ لا. سيم سيم يعني بس عملية ايش؟ روتيشن ولا لا؟ بتعطي سيم حتى لو كانت ايش؟ صار فيهم روتيتد بتعطيك نفس العلاقة التطويرية التطورية. واضحة؟ هلا لو تشوفوا دندوغرام 3 او كلاديوغرام تقدر تفسروها شو معناتها هذا الحكي؟ هذه تاكسة صح؟ ممكن نسميهم سبيشيز ولا لا؟ ممكن نسميهم كالتفارة حتى اخذنا زهرة واسماء البندورة. تشوف العلاقة بينهم. بس في النهاية شو في لهم؟ لاين واحد. لاين واحد، أصل واحد. انسيستر واحد. هلا جيل عادي شو بنسميه احنا ايش؟ الكليد. الكليد بالعربي كلان كليد زي القبيلة يعني زي المجموعة الواحدة. كم لون عندي هون؟ عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة كلرز مزبوط. طلع أول واحد شو حطينا؟ كل اثنين هذول مع بعض في لهم نود واحدة. ضمينا هذه مع هاي المجموعة لهم نود لأن هذه متفرعة منها وهذه ذا سيم ولا لا؟ نود. لما نجمعهم مع بعض لهم منطقة واحدة. يعني هذول متداخلات هذه الشمولية الأصل باجي لينج هذول بيجوا ان بتوين. أكليد تعريفها ديفينيشن is any taxon يتكون من what؟ all descendant من مين؟ من common ancestor. هذا الكومون انسيستر ولا لا؟ يحتوي على كل هدول الديسندنت اللي جاي من وين؟ مثل الحج اللي عمره 110 سنوات وبقول لك عنده احفاد 100 واحد مزبوط؟ فهو الاساس. كل كلر شو كان؟ كليد. إذا ترو كليد. صار في عندنا كليد حقيقي ترو وتريد معناته المفروض يكون نون ترو كليد ولا لا؟ مش عم نحكي ترو؟ هلا نيجي لتعريفاتهم. ترو كليد هلا شوفوا لي في عندي A B C ولا لا؟ جروب 1 عندي جروب T D شو اجتمعت؟ D و E و F G و طلعت؟ خارجي اوكي. جروب ثلاثة شو أخذت؟ طلعت من فوق؟ لا أخذت من الجروب اللي فوق كان السي. دخلت على واحد يعني هذه طلعت واحدة برانية وهنا دخلت واحدة من مجموعة ثانية ولا لا؟ مش هذا اللي صار؟ طب نيجي على الواحدة الأولى شو سمينا الأولى هذه؟ منو؟ فايلتك جروب كليد هذه برا عارف ايش معنى برا أنتو؟ برا تعني جانبي ها؟ برا تعني جانبي وهذه سميناها بولي. طيب اترو كليد از مش لازم تكون شرط منو فايلوتيك جروب ذات كونتينز ايش ا كومن انسيستر اند اول اوف اتس ديسندنتس وان انسيستر والمتفرعين منه واضح يعني الاب وابنائه ترو كليد ولا لا الاب وابنائه انت ولا الاب وجايب 10 اولاد خمس اولاد وخمس بنات اللي بتفرعوا منه هذا هو ترو كليد. طب لو جابوا البنات هذول وردوا خلفوا الاولاد ردوا خلفوا برضه بتفرعوا منهم من نفس الكليد الاصلي لكن البنات لما بتزوجوا بياخذوا كليد خاص فيهم ولا لا لانه بيكملوا فاميلي زي اللي عرفناها وين زي اللي عرفناها هون صح هاي الاب أعطى أولاد الولد الزواج أعطى عائلة they have their own كليد والمجموعة الشمولية كليد ولا لا بس أشمل بشوية
منيح تقدر تفصل الصور كويس تاسي. شوف الجروب الثاني عبارة phyletic group is one that has ايش they have a common ancestor but does not ايش contain all of the descendant الجي تراك برا واحد يعني not included. طب الثالثة شو بتفهموا منها الصورة apoly phyletic group does not have a unique ايش common ancestor. هذا وين الكومن انسيستر تاعهم؟ هذا وهذا وين الكومن انسيستر تاعهم؟ هون ولا لا؟ مش يونيك فطلع واحد براني واضحه؟ definitions or true false or whatsoever واضحه الفروق بينهم؟ هذا common descendants واحد هذا does not include all the group هذا ما فيش فيهم common descendants اخذت من جروب ثلاثة واخذت من جروب ايش كمان هون اللي هي جروب جروب 1 السي اخذت من جروب 1 الرسمة تذكرناها صح؟ هذه عاد الرسمة ولا لا حكينا ايش؟ كنا اكثر واحد بشابه هذا هذا عطى اثنين هذا عطى ايش؟ سين بس شو عطى؟ different one شوف الكلر الكلر عم بيختلف اللي سيم طيب مختلف شو سمين هذا الحكي انا جينيسيس اللي اشتعني برافو عليك فايلتك تشينج صار عندي قلت لكم شوف الكلر تاعه طلع كلر مختلف عشان هيك سميناها فايلتك جينز معنى جاي من عنده is the accumulation تعريفه of changes هو عبارة عن تراكم التغيرات في واحد species that lead ايش؟ تاز هلا بنعرف شو معنى speciation ولا لا؟ تكون اصناف جديدة تكون اصناف جديدة ممتاز رائع it is the evolution of the whole population هلا شوفوا هالمعلومات when certain changes بعض التغييرات الرئيسية have accumulated تراكمات صار accumulation شو التغيير changes has to be accumulated the ancestral population can be considered what extent شو معنات extent extension extent انقراض بينقرض بينتهي So, when certain changes have been accumulated, the ancestral population can be considered extinct. صح ولا لا؟ شو كنا نقول احنا؟ كنا نقول الطيور اجت من الريبتايل. مزبوط؟ كم نوع من السبيشيز من الطيور we have؟ Many. بس الكومن انسيستر وين راح؟ انقرض. اختفى. مزبوط؟ ما بيظلوش موجودين مع بعض. طب الفرق الثاني كلادو كلادوجينيسيس. اللي هي الصورة الثانية ولا لا؟ بدنا نحكي عن هاي الصورة احنا. كلادوجينيسيس از ذا ايش هاي الكلمة؟ از ذا بادينج اوف وان اور مور نيو سبيشيز فروم ا سبيشيز ذات كونتينيو تو اكزيست. ديفرنس الأولى اختفى الانسيستر الثاني ضل موجود أعطى هذا مزبوط اوكي از ذا بادينج عارف ايش بعد بادينج بادينج اوكي البكتيريا بتتكاثر في البادينج كسر تنسلخ منها واحدة ثانية طبعا رعم ما تبترش مع تبض برعم ايه نفس المعنى بادينج برعمي برعمي ليست بكتيريا بالانشطار ليست بالبرعمي ييست بلاك ييست سو اتس ذا بادينج هو عباره عن عمليه برعمي سوري بادينج لما انت بتبرعم يعني بتلاقي جيب الاصل وبتطلع من واحد ثاني مزبوط هذا موجود والاصل شو بضل؟ موجود شو سميناها؟
فلاجينيسيس. بس هذا شو حلاوته؟ شو بيعطينا؟ بيولوجيكال دايفرسيتي. تنوع حيوي موجود، ما اختفاش الاصل. فكل هذا بيعمل بادينج، طب خلي هذا يعمل كمان مره بادينج، شو بصير عندنا؟ ممتاز. وهذا بضل، هذا بضل بيعطي كمان نوع، هذا بضل بيعطي كمان نوع، فبصير عم نشوفهم فعلا بصير عندنا بيولوجيكال دايفرسيتي عالي. شو اللي بيساعد هذا الحكي تا يصير؟ شو اللي بيساعده انه يصير عندي بادينج؟ بصير عندي بيولوجيكال دايفرسيتي. يجي وليه كلادوجينيسيس انفولفز ايش؟ ممتاز، فانتاستيك. فيزيكال سيبريشن اوف ذا جروب تو الاو ذيم تو ايفولف سيبريتلي. يعني هذا معزول، تعزلهم. لما عزلتهم مش بردوا بيعملوا ايش؟ بيعملوا كروسينج، بيعملوا انتر بريدنج، وما استفدناش. بردوا بيرجعوا وين؟ للاصل. بيرجعوا للاصل، بصيروا دمج. هلا صرتوا ممتازين، رائع. تقدر نعمل ريكرييتنج للفايلوجينيز. عارف ايش معنى ريكرييت؟ ريكرييشن، كرييشن خلق. ريكرييت اعاده خلق، اعاده وجود، اعاده تحديث، مشان نعرف كيف الامور تمت. بدنا نعتمد على ايش؟ على الفصل ريكورد، مزبوط، على استراتا، مشان نعرف هذا من وين جاي وهذا من وين، من وين جاي. مين الاحدث؟ اللي تحت ولا الطبقه الفوقيها؟ اللي فوقيها. اللي فوقيها، ممتاز. واللي فوقيها واللي فوقيها واللي فوقيها، الطبقه العليا هي اللي بتكون احدث واحد، فبيعملوا ربط بينهم مش اكثر يعني، عشان يقدروا يرسموا ايش؟ يرسموا شجرات التقارب اللي بينهم اللي هي الفايلوجيني تري. يعني بيعملوا ربط بين احدث شيء واقدم شيء؟ بس بتتبع. يعني ما بنطلق من هاي الطبقه لهي الطبقه مباشره. ما تنسوش هذول الطبقات دي ريلي تيك تايم ولا لا فور فورميشن. هاي الطبقات تاخذ وقت حتى تتكون، مش بيوم بيومين. بتصير عندكم كاتاستروفيز يعني مثلا او فولكينوز. اوكي هذا not necessary for you. بس عايش اعتمدنا؟ برافو عليك. على حكيتها بدنا نستخدم الهوملوجس فيتشرز. يعني you can build the tree مش بس على الجين ليفل، على الشكل، الطراز الشكلي كمان، او على الاجزاء المتشابهه الان. وبنعرف احنا اخذناها بيفور، الاجزاء المتشابهه تتذكروها؟ الوينكس، الايد، وعدينا كمان العظام بالالوان. They can all the same. اللي هي عباره عن هل حكيناها؟ انجينيسيس، كلادوجينيسيس. هاي بترسم المورفولوجي. وهون شو بده يكون عندي؟ التايم. اوكي. هون صار عملية في الكلادوجينيسيس. سبليت. ضل الاصل موجود. صار تفرع وين؟ هون. هون مش واضحة معي. هون بطلع عندك سبيشيز هون، لبصل لهون وبيختفي اللي هون. طيب. واني جروب عم تعمل سبليت لوات؟ هذا عبارة عن ايش هاد روب؟ ديستينكت معناها منفصل ولا لا؟ واضح هون. وان جروب سبات تنفصل لتو، لتو جروبس مختلفات كليا. They should evolve what؟ بشكل منفصل ولا لا؟ كل واحد بتطور بطريقة منفصلة. بنعرف كيف؟ مش تنسوا نعمل سيبريشن بينهم، نعمل باريرز. ممكن يكون جيوغرافيك باريرز ولا لا؟ ممكن يكون ايسوليشن، ريبروتكتيف ايسوليشن كمان ون اوف ذيم. هاوفر ذي ريتيرن. ذاتس فانتاستيك. هاي الكلمة از فيري امبورتنت. ذي ريتيرن ماني اوف ذا فيتشرز اوف ذير كومن انسيستر. دي وي جوت ات؟ فهمناها؟ هذا سبيشيز اي عم بيتطور، طلع سبيشيز بي منهم، مزبوط؟ طلع هون واحد وهون واحد. طب هذول منين اجوا؟ من هذا. الا ياخذ عيون الزرق من هذا واحد منهم ولا لا؟ الا ياخذ شكل الفيذر، مزبوط؟ الا بعد المورفولوجي ياخذها من هون. فانا كيف بدي اعرف انه هذا طالع من هون؟
بدي اصير اخذ الكومن فيشر اللي بينهم، تشابه اللي بينهم الا ياخذ، ما فيش حل يعني، صار ميوتيشن هون عندك، مزبوط ولا لا؟ معناته بصير هذا الحكي. فهذا اللي بصير في عندي، they return تحتفظ ب many of the features اللي هي الصفات of their ايش common ancestor. هلا شو تعريف الهومولوجوس؟ تعريفها هي تشابه صح؟ any feature اي صفة shared by two or more species، مش بس كمان and inherited from common ancestor. معناته بتوقع هدول عصفورين هدول في بينهم تشابه common ancestor، بتشابه مع حد، وهدول إلا يكون في بينهم تشابه بسيط. إيه سؤال بسيط جدا، إيه لما بنعمل common feature رأيكم عدد العينات كده لازم يكون 1, 2, 10, 50, 100؟ كل ما كان عدد العينات أكثر كل ما كانت الريزلتاتك أدق، يعني ما بتقدر تعتمد على واحد واثنين لأنه ممكن دخل الموتيشن فيها أبعده كليا عن الوضع ولا لا؟ كليا أبعده، فأنت تيجي تعمل له أنت فايلوجيني بيطلع برا الجروب كليا، بس هو اكشولي within the group. أخذنا هذه في الرسمين مظبوط وعدينا، طلع البني سلاميات زينا زيهم، الأصفر هذا ويل اللي هو حوت، هذا عصفور وهذا كلب وهذا اللي هيومن، اختلفنا عن بعض تقريبا لا ولا لا؟ مظبوط، طلع عليهم نفس العظمات نفس الشيء، بس عملية الادابتيشن صار لعملية هذا. طيب هدي it's a fact like during the course of evolution شو بصير في trait؟ عم تتغير صحيح؟ هلا الاوريجينال shared trait is termed حكينا الانسيسترال trait، هلا صارت كانت انسيسترال، هلا صارت انسيسترال trait and the trait found in the newly evolved organism شو بسميها؟ derived يعني مستحدثة، derived trait. قلنا أخذنا مثال على إيش إحنا هون؟ الليمب بتاع الأطراف، إحنا عندنا أطراف علوية وأطراف وأطراف سفلية، الغنمي نفس الشيء، الكاو نفس الشيء. الحوت كيف له سلاميات؟ إله زعنفات بتاعتهم، هذول الصغار شايفتيهم هذول، اه هذول عبارة عن لمس له أطراف بس تحورت مشان تصير بهذا الحكي. هي بده يطير شايفتي له الويل، بس أنت لو هذا بتيجي تلاقين هيك ها هيك الشكل بتاعهم. حكينا كمان على إيش بسموه؟ الخفاش. هذا شو كان اسمهم؟ هومولوجوس صح؟ متشابه هذول؟ انالوجوس ستراكشرز. تعريفهم they have definition. similar structure. هاي اول ديفرنس، هذا اول تعريف. شو الاختلاف تاعهم؟ ما بيتوارثوا، مش تنسوا هدولاك كان في يكون في متوارث inherited. هذا they are not inherited from common ancestor، هدولاك inherited from common ancestor. اوكي بقول لك while the bones العظام اللي موجوده في اجنحة الطيور والبات الخفاش they are homologous the wing itself is analogous. ليش؟ because they did not evolve from the same ancestor. هاي شوفوهم اوكي، شوف هاي التري ايش معناتها دي؟ four limbs evolved اللي هم ايه؟ لهم اربع اطراف. اوكي هلا فاروس بروح على وين؟ على تو وينجز، حاطين الكوتين هون، حاطين البات والماوس والبيت، طلع عليه هذا من وين جاي؟ طلع هذا من وين جاي؟ لكن البات والماوس فيهم تشابه؟
من الشجرة. والبيرد والكروكودايل حكينا كل مرة قلنا لكم الطيور اجت من وين؟ من الزواحف. فعشان هيك بينت. انت ممكن تستغرب هذا الحكي، بس لكن لما تاخذ على الدي ان اي ليفل، تاخذ على الهوميلك ستراكشر ولا الانالوج ستراكشر او الامبريو، او على اساس الامبريو او على اساس الفوسيل ريكورد، فعلا بيجوا بنفس الشجره تقريبا. لكن حكينا هي يعني الاضافه. بتذكر لما كنا نحكي ان الطيور الشرط الفدر مش ضروري الاجنحات كانت تعني للطيران، كانت ممكن تعني الانسوليشن للحمايه من البرد. بعدين صارت ايفولفين، صار بدها يو نيدد فور فلايت. فلايت تعني طيران. حتى يكون في عندك انالوجس ستراكشر شو لازم يكون في عندكم؟ سلكشن. بس هذا شو وظيفته؟ شو اهميته؟ سيميلر. يعني جيب حيوان اثنين مقصود تو ديفرنت سبيشيز، هذا ايفولد الانسستر تاعه بيختلف، هذا الانسستر تاعه حطه بنفس الظروف. فبتلاحظ انه هذا الظرف اللي تعرضوا له مثلا بيطيروا بصير يكونوا فيذر بجين يطيروا مليونز اوف ييرز. اه فانت حطيتهم اندر ذا سيم بريشر، بس they have different common ancestor مختلف كليا. those two animals بحكي لك هذولا both borrowing mammals but they are not closely related. طلع لي borrowing هذول الحفارات بحفرن مزبوط، معنا بيختلفوا كليا. هذا من جاي من الشرق وهذا جاي من الغرب. المقصود فيهم بدي اشركوا من هذه، خلينا هذول شو they have what large claws. claws هي المخالب for digging معناها حفر. they have thick skin على النوز area مشان يقيموا الديرت، they are pushing dirt around. وفيهم البادي لازم يكون اوفل مشان يفوتوا في التانلز which move easily through the tunnels. اوفل وين اوفل؟ اوفل تعني بيضوي، كل شكله بيضوي مشان ايش يفوت بسرعه. والثيك النوز تاعهم مشان يسكيم الديرت، والكلوز هذول مشان يحفر. المقصود انا حطيتهم under the same pressure under the same conditions so they have to live under the ground. ذول الحيوانين مع انهم مختلفات كليا so they have to develop what they have to develop this claws المخالب هذا والاوفل بادي مزبوط والثيك سكين اللي على النوز مشان ما يدرب ما يتهداش. لانه اكثر منطقه حساسه في الانيمال وين؟ شفت القط لما بحارب بقاتل بحاول يحمي النوز تاعه. وانت كمان اذا واحد ضربك بوكس بتروح فيها ولا لا على النوز؟ طيب في شيء بسموه ايش؟ حكينا اندر سيلكشن بريشر صح؟ سيلكتيف بريشر واحده منهم. النقطه الثانيه صارت ايفولوشنري ريفرسال. Another reason analogous structures exist is due to evolutionary reversal. شو النقطه الاولى حكيناها؟ سيلكشن سيميلر سيلكشن بريشر. او هلا اكزيست از في شيء بسموه الايفولوشنري ريفرسال. هلا الفيش بكلها جيب رايس تو التترا بوتس. احنا تترا ولا لا؟ تترا شو تعني؟ رباعيات. اوكي. معنات الويلز والدولفين ار ايش؟ تترا بوتس مظبوط. ذات ريتيرن تو ذا وات؟ واذا ما رجعوش على الاوشن؟ ممكن يطوروا سلم. واذا ما رجعوش على الاوشن شو بصير لهم؟ سلم ايدين وجرين مزبوط. لكن لما رجع على الاوشن الويل اطلع هي شايفتيها كالايد، بس ايش صارت؟ صارت ايد مختصره. لكن لو رجعوا على البر كل شيء كان زي التمساح، كل شيء كان يعيش بالمي بقى بالووتر. بعدين صارت البرمائيات مزبوط، بعدين صارت اللاند بلانت بلانت او انيمالز، طلعت الطيور. هذا الحكي المقصود فيها ريفرسال ايفولوشن ريفرسال، يعني تتطور وبعدين ترجع على المكان الرئيسي تاعه. فالفيش اعطت التترابود على عينه الراس، اعطت صار في عندك اقدام وايدين،
لكن إذا رجعته على البحر شو بصير في الإيدين تاعته والإجرين؟ ترد بتختفي ها؟ بتروحش من مرة بس بصير الأدابتيشن تضمر أو بصير الأدابتيشن للوضع اللي هو فيه. هاي شايفين هون طلع لها زي الإيد والإجر بالضبط ولا لا؟ نفس الإشي بس اطلع عليها لما رجعنا هون هيك وكله أجا من هذه السمكة ولا لا؟ اللي سميناها لوبت فين فيش تتذكروها طوروا منها. هاي التطوير معقول هذا الحكي يصير؟ طلع كيف صار كأن الحوت شو أعطاني؟ أعطاني كلب أو حمام أو أربع أجزاء ولا لا؟ واضحة الصورة؟ واضحة؟ انتبهتش بهدول؟ أنا معطيك إشي لون ملون ولا لا؟ شايف الألوان؟ تبع اللون تبعوا على الألوان بالأصفر والأحمر. هاي شايفين والأزرق ها؟ ممتاز. كانت على شكل زعنفة وكانت هون بتعرفوا هذا العظم الكبير سكابيولا تاعتنا مطرحة عظمة الكتف سكابيولا هي نفسها سكابيولا فكانت هون وصارت هون كانت زعنفة وصارت ايد. هذا عم بفرق بينهم هذا بجوز صورة تكون أوضح. هذولا هومولوجي وهادي انالوجي مش تنسوا الفرق بينهم. اوكي ممكن ما اطلب اوكي ليش بسموه الكلوك موليكولار كلوك صعب بعد شو المقصود فيه هون صار هون شو صار عندي هون شو بيعطي الاولاني ترتيبه تبع ترتيبه سي سي اي تي هذول بتعرفوهم شو هدول السي والتي شو مين؟ نيوكليوتايد هذول هم هذا تركيب الدي ان اي تاعنا هذول هم المونيمرز تي راحت الجي وين الجي هون ظلت؟ هي جي هاي اللي بنحكي عنها هي اختفت هي هون وهذه دخلنا شيء جديد عليها هي هون طيب شو بصير؟ صار عندكم ميوتيشن صار عندك نيو بروتين جديد صار بروتين جديد شكل جديد او سبيشيز جديد شكل جديد مختلف ميوتيشن او المايكروفوليوشن ميوتيشن صار عندك شكل جديد شكل جديد بطل الاولد سبيشيز يعمل بريدنج معه شو اضطر هذا النيو سبيشيز اللي طلع صار اضطر انه ايش يتزاوج مع حاله يعمل ادابتيشن فطلع نيو سبيشيز وتحط النقطه لكن لو صار معها بريدنج ما زبطتش معنا الوضع ترد برجع للاصل كويس ممتاز فهذه هي ذا نيوكلير كلوك هايبوثيسيس ستيت شو بتحكي هذه امونج كلوزلي ريليتد سبيشيز سبيشيز اللي كثير كثير يعني متداخل مع بعض او متقاربه جدا a given gene usually evolves ash at constant rate هيك بتحكي انه عملية فهلا احنا هلا بهذا اللحظه لما احنا نجيب offspring لما انتم تجيبوا تزوجوا تجيبوا اطفال هل الطفل هذا بصير evolution للجين الجين ليفل ولا لا يعني بتعطي نفس الشيء ولا في شويه تغييرات بيصير اختلافات برافو عليكم ممكن في يصير تغييرات بس هذا الحكي على مستوى البوبيليشن شو بيكون؟ constant rate ثابت بالحاله هذه ثابت بدي اسرع فيه بدي اكل خيار بدي اخذ الخيار مزارعين تاع الزراعه برشوه قبل بيوم مزبوط صح ولا لا مش برشوه قبل يوم بنزلوه صح او بدي اروح لمنطقه الخليل عند الشباب على منطقه ديمونه مثلا اتقرب على الراديو على الراديشن ولا لا صح او اروح على البحر واتعرض لليو في لايت مزبوط بصير عندك هون الميوتيشن او انا فعليا اشرب شيء كارسينوجينيك او ميوتوجينيك
فبسرع فيها، لكن فعليا الحكي بيصير بس على ايش؟ على مستوى ثابت. وضحت النقطة ولا مش واضحة؟ اذا عملية الميوتيشن ايفنت اللي صارت تقدر تعمل ايش؟ لكن قديش صار عملية دايفيرجنس؟ قديش صار عملية سبليت؟ مش حكينا كونستانت؟ يعني مثلا كل 500 سنة تحدث مرة، كل 1000 سنة تحدث مرة، أو كل 2000 سنة بتحدث مرة. فهم بصير يتبعوا فيها، بيشوف هذا قديش عمر هذا الفصل ريكورد، هذا عمره مثلا 5000 سنة، 6000 سنة، 10000 سنة، 100000 سنة. بس أنا بتوقع إنه كل مثلا 100 سنة بده يصير عندي، لازم يطلع عندي نيو سبيشيز أو تغيير بسيط، فبقدر يتنبؤوا في هذا الحكي. إذا كانت هذا الحكي لي إيش؟ إذا كانت كونسنتريت. هذا بتعرفوها. We speak about it. The protein عادة encoded by the gene accumulates amino acid replacement at relatively concentrated. ما هو الجين ليفل شو بيتبعه؟ بيتبع بروتين ليفل. احنا جسمنا كله بروتين اصلا، مع شوية مع انزيم. هذا هو الفانكشن تاعنا اصلا.